تأخرتي أمي، متت من الخوف عليكي. أخوكي أوجور وين؟ هو هلأ بالغرفة، بده ينام عند تيتي أمينة. والله أنا كتير خفت عليكي. ما في شي بخوف بنتي، متصلنا فيكي؟ يعني عن جد علقتوا بالطريق؟ شو قصدك بهالسؤال؟ ما بعرف ماما، قلت بلكي بابا اتحايل من شان يقضي معك وقت بما أنه أنتوا كنتوا لحالكن. لا شو هالحكي بنتي، نحن عن جد انفجر الدولاب معنا واضطرينا نضل، وحاولت أقلك بس ما كان عم يعلق. هو هنيك ما عمل شي يضايقك؟ لا أبوكي كان عاقل وما سوى شي. والله شي بيحير، هو ما بيصير يمرق يوم إلا ويضايقنا فيه. نرجس، أبوكي بالحقيقة إجا عيد ميلادك بنتي، ووقت شافنا هنيك مع ماهر ما قدر يجي لعنا. بس أمي أنا طول الوقت كنت ناطرته، ليش تأخر علي؟ قال إنه هو اضطر يروح يوصل هيلين وأحمد، وبصراحة أنا صدقته، يعني ما كان عم يكذب. يعني هو اختار ابنه التاني مو أنا، فكر بابنه أحمد وبس. ماني عارفاني شو قلك نرجس، يا ريت كان فيني ما خليك تحسي بهذا الوجع ابنه، والله حاسة فيك يا قلبي حبيبتي، هاد نصيبنا من هاي الدنيا وما فينا نغير شي. تعرفي بشو فكر ماما؟ إنه منيح اجينا على هذا البيت، هلأ هو عم بيتوجع مثلنا وأكتر، كل مرة عم يشوفنا فيها عم يموت من قهره. يعني يا بنتي انتي عم تحاولي تضايقي طول الوقت هون؟ ايه اكيد، لأنه تافه. نرجس خلص أمي، ليش أنا حكيت شي غلط؟ أنتي ما بتسمحي لي أحكي عليه رغم كل شي سوا؟ هو بضل أبوكي وأنتي ما بصير تحكي عليه بهالطريقة، عيب. يلا تأخر الوقت، لازم تنامي وترتاحي. تمام، تصبحي على خير حبيبتي. وأنتي بخير ماما. تركية شو عم تعملي هلا؟ وصلتي بلشتي فورا شغل؟ ليكني حضرت لك عشاء. ليش عذبت حالك ماهر؟ ما بيصير، صحيح جمال قال لي انكم اكلتوا هنيك بس اكيد انت ما شبعتي. ما عذبت حالك؟ شكرا. حاولت سيطر على حالي مشان ما تقلق نرجس، بس انا تحملت بصعوبة وعن جد مسكت حالي كتير منيح. من حسن حظي إنه نفدنا والشرطة ما طلعت بوشنا، يلا منيح مرقت على خير. الحمد لله على سلامتكم إنكم رجعتوا، يعني عتمة كتير وليل وبرد، وأكيد أنتي توترتي كتير ما هيك؟ ضايقتي مو؟ كان يوم حلو ما هيك؟ والله ما عم كذب، أنا كتير انبسطت. جمال أنت جنيت شي؟ أول شي انفجر الدولاب وبعدين ضعنا ووقفنا برا بالبرد وعم تقلي يوم حلو، معقول؟ شوفي ما رح رد عليك يا أبدا، أنا ما رح أحكي شي. عم تقولي إنه ما كان في شي حلو اليوم، ما رح أقول إنه حلو، بس لأنك معي وكمان لأنه كنا سوا لحالنا، ولا حتى أكلنا شوربة كمان ولا أي شي. عن جد عأساس ما بدك تحكي ولا بدك ترد؟ ما بعرف، بس وصلت الرسالة. كأنك عم تغازلني جمال؟ شوف حالك كيف عم تطلع فيني، والحكي اللي عم تحكيه شو عم يصير معك؟ مو هيك، لا خلص. شو صار؟ ليش عم تضحكي؟ صار شي بيضحك بالطريق؟ لا لا ولا شي، ما عم اضحك. يعني من حسن الحظ لقيتوا مكان تلجأوا له وقدرتوا تخبرونا، وإلا أنا ونرجس كنا رح نجن هون. جلسوم عملتها كتير طيبة، يلا ذوقيها. شوفي يلا نرجس حبيبتي، خلصي هالرسمة بقى. إذا ضليتي عم تتحركي ما رح خلصها أمي. إيه ما بيقدر الواحد يضل بدون حركة لكذا ساعة بنتي. كيفكم فيني فوت؟ تعال ماهر تعال.
قلت لشوفكن قبل ما روح. الجو حلو كتير، حابة تنزلي على الكورنيش؟ نشرب شاي، ما في عجقة، منروح ومنرجع على راحتنا. ايه تمام، انا موافقة. انتو شو عم تساو؟ ليش قاعدين هيك؟ هاي اختي نرجس عم ترسمها لأمي. عن جد فرجيني. نرجس؟ بنتي انتي كتير موهوبة. تطلع الرسمة هيك حلوة وقت تكون صاحبتها حلوة. أكيد آسيا حلوة كتير، بس طريقتك حلوة كمان بالرسم. متأكدة إنك حابة تطلعي محامية؟ لكن صير رسامة؟ إيه بروسيا مثلاً، في جامعات هنيك بتقدري تدرسي فيها حقوق ورسم سوا. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد. هلأ بتقلي حاولي تتعلمي اللغة الروسية فوراً. إيه أنتي بنت ذكية وبتحفظي دغري. وأنا بدي صير مهندس ذرة أبي. مهندس ذرة؟ مو كنت حابب تصير لاعب كرة قدم؟ ومن فترة كمان شوفير تاكسي، هذا الولد عقله مشوش كأنه. ليش ما فيني أعمل كل هالشغلات سوا؟ بصراحة لأنه مهن مختلفة عن بعضها، بس ما بعرف. شو رأيك يا أمو، بركي بيقدر. يلا نرجس أنا تعبت، خلص منكمل بعدين، بدي أطلع هلأ. طيب ماشي. عمو ماهر، شو رأيك دور على فروع للدراسة عن طريق الإنترنت؟ أي طبعاً فيك تدوري، أنا هلأ بدي روح على الفندق وبنحكي وقت أرجع على المساء. تمام. ورجيني صورة أمي لو سمحتي أختي. يبدو أني غلطت بكلامي مع نرجس. ماهر، بعرف أنك بتهتم بالأولاد وأنت كتير بتحبهم وبدك ياهم يكونوا مبسوطين، بس كمان مو بهاي الطريقة. شوف نرجس كيف تأملت بالدراسة هلأ. لهلأ ما بعرف وين رح نكون ولا كيف رح تكون أوضاعنا بكرة. بس آسيا نحن هون مع بعض، أنتوا معي بأمان، ليش كل هالقلق؟ ماهر أنا ممكن فوت على السجن بأي لحظة، ممكن تمسكني الشرطة وانحبس، وقتها أكيد رح يضلوا الأولاد هيك لحالهم بلا سند، شو رح يصير بأحلامهم هاي؟ قول. ليش لحتى يبقوا الأولاد لحالهم آسيا؟ مو أنا موجود ولا نسيتي؟ إذا صار معك شي بتتوقعي إني ممكن أترك الأولاد وروح؟ ماهر ما فيك تضل طول عمرك عم تهتم فيني وبالولاد، عم تفهم علي انت عندك حياة بدك تعيشها، لا تنسى هذا الحكي ابدا. آسيا، مو قلنا انه رح نضل مع بعض؟ نحن صرنا عائلة هلأ، معقولة هذا الحكي؟ يعني معقولة انا اتخلى عن الولاد؟ بدي تروقي وما تفكري هيك، وبدي ما تاكلي هم شي، لأنه أنا جنبك وما رح أتركك. من أول ما عرفتيني أنا حكيت شي وما التزمت فيه. صدقني ماهر، بعد كل اللي عملته أنا عم أحكي هيك مشانك، لأنك غالي عقلبي. يمكن بحياته ما حدا وقف جنبي مثلك، بس بغلاوتي عندك بدي أطلب منك طلب. أنت رح تتعذب كتير إذا كنا سوا، لهيك عيش حياتك بعيد عنا. أساساً إذا ما قمت ورحت هلأ ما عاد يضل لا حياة ولا مستقبل. حذري هلأ شو رح نساوي، ما مفكر إلا كل يوم بيومه. تمام اتفقنا، بشوفك أنا لازم روح.
أنت عم تتصرف بغباء يا ماهر. لك أنا شو عم ساوي؟ يا ربي. فيكي شي زاهدة؟ ماني منيحة. شو جاي تعملي انتي كمان؟ بدك تبهدليني انتي التانية؟ صايرة ملطشة للكل بهالبيت، كل ما مرق واحد ببهدلني. طيب رح اجيب لك كاسة مي لتهدي. لا ما بدي لا مي ولا غيره. يعني معقول انا الوحيدة يلي بتغلط بهالبيت هاد؟ ليش الكل بيحطوا الحق علي يعني؟ من شوي كانوا رفقات حماتي الوسخين عنا ماشي، وبلشوا يسمعونا حكي طالع نازل ويجرحوا ولا حماتي بالأسئلة، فأنا قمت ما تحملت هالشي ودافعت عنا، بس هي ما خلت علي كلمة وبهدلتني وقالت عني إني وحدة قليلة أدب، قالت عني مجنونة ووقحة. في وحدة بتحكي هيك مع كنتها؟ لا أكيد ما بصير تحكي معك بهالطريقة. قالت إني ما خرج عيش بهذا القصر لهالدرجة أنا مبهدلة يعني؟ معلش أنا ماني جاي من الشارع، أنا بنت عائلة من أكبر عيال قونية إذا بدك، وعائلتي معروفة كتير منيح كمان. بعدين نحن ناس كتير أغنية، بس أبي أفلس وصار معه مشاكل كتير بشغله، بس يعني هالشي ما بيعني إنه أنا أول مرة بعيش بقصور. قديش أنا بهتم بلبسي وبناقتي وبمكياجي، مو هيك أنت بتعرفي؟ يعني حتى أني رحت اشتريت هذا الفستان مخصوص مشان ألبسه وقت يجوا رفقاتها لعندها، قام قالت لي أنت ما بتعرفي تلبسي ولا بتعرفي تردي حالك. هالكلمة كتير جرحتني يا آسيا، معقولة أنا هيك شايفيني؟ حبيبتي لا تبكي مشان الله زاهدة، خلاص هلأ أنت كتير بتحبي الألوان ويلي بقلبك على راس لسانك، يعني انت شخصيتك مختلفة. ما بيحبوا يشوفوا الواحد عم يضحك بيغاروا منه، بدهم الكل يكونوا مكشرين على طول. شو اعمل اذا انا واحدة بحب الضحك والفرفشة؟ مو بايدي يعني. بعدين اذا انا مجنونة لجنان عيب ولا حرام آسيا؟ لا مو هيك القصة. هلا بدي اسألك آسيا، هذا الفستان حلو ولا مو حلو؟ بلا حلو. ليكي حلو بجنن عن جد، كتير حلو. هلأ مو على ذوقي بس كتير لابق لك إلي. وأنتي كمان بيلبق لك. فيني ضمك بس لو لمرة؟ إيه أكيد. تعي. الله شو هذا اللي عم شوفه؟ ما عم صدق. الله يحميكن من العين ويجيركن من الحسد. ليش شوفي يا روحي؟ كنت عم احكي مع سلفتي شوي. سلفتين عم يحكوا مع بعضهم، شو غيرانة يعني؟ لا مو غيرانة، اللي شفته كتير حلو بالعكس. يلا رح روح ما رح أقاطعكن. عن جد كتير ارتحت وقت يلي بكيت. ليكي نزل شي على وشي ولا انتزع مكياجي؟ شوفي لي يا هون انتزع وشي. نزل الكحل شوي عن عينك، شوفي على المراية اذا بدك. شكرا لك. اي الله ما في شي. زبط. شكرا لك. أنا بيجي لهون على طول بس ما بدي حدا يسمعك حكي بسببي آسيا. لا ما حدا بيحكي شي، لا تخافي علي أبدا. ما قدرت ضل بالبيت، عندي فضول كبير لأنه الأحداث ما بتنتهي بهالقصر. اتصلت فيكي أول مرة قلتي لي إنك علقتي مع جمال، وبالطريق قلتي لي إنك بمزرعة الخيل، وأنا هيك طقمخي. هلأ أصروا الولاد على الروحة وحكوا قدام السيد هارون، عم انجبرت أنا على الروحة معهم. يا حرام، بيكون جمال زعل كتير. أكيد اتحطم قلبه. بصراحة
أنا بدي أقول لك شي تاني عرفته عن جمال بس. إيه يلا أحكي، عم اسمعك قولي. هلأ هو ما نو شي مهم كتير، بس بالنتيجة هو اللي اختار وهذا قراره لإله. إيه أول شي حكي لي لأفهم شو عم بيصير، بعدين أنا وياك منتناقش بالموضوع على الهدى، شو رأيك؟ مو هيك أحسن؟ يلا. جمال رجع أماسيا بعد ما تركنا بسنة كاملة. إيه؟ واتصلت فيه هيلين وقالت له أنه هي حامل. شو هالحكي؟ وبعدين؟ اختلفوا وتخانقوا، وقال لجمال كل شي بيناتنا انتهى وقتها، وهي حاولت تنتحر. وهي حامل؟ إيه. طلعتي عن جد مانك قليلة يا هيلين. ما تحطي الحق على المرأة المسكينة ميرال، هي كمان مظلومة مثلي. ليكي شوفي، انك تكوني الانسان اللي منيحة واللي ما بتتهم حدا، ماشي ما حكينا شي، بس بدك تتقبلي الحقيقة كمان. هالمرأة لحتى تمسكوا للرجال انتحرت مع انها بتعرف انها حامل. مقتنعة انه في حدا بيقتل ابنه؟ انت امه بتعرفي. لا لا انا ما فيني صدق هذا الحكي ابدا، هي المرأة خطيرة كتير ومو مثل ما مفكرة انت. هاد مو اسمه حب آسيا، هاد اسمه هوس، وجمال تورط بهي المصيبة. نحن هلأ ما رح نشفق على جمال، مو هيك ميرا؟ وليش لنشفق عليه؟ أنا مو شفقاني عليه وما بعطيه كاسة مي لو مات من العطش. أنت تحملتي كتير لحالك، ربيتي الأولاد لحالك وتعذبتي كل هالسنين، بس أنا زعلان عليه، مبين إنه ما كان طالع بإيده شي، هي بأسلوبها عرفت كيف تضغط عليه. ميرا الزلمة وقت كان متزوجني راح لعند غيري وساواها حامل منه وعاش معها سنة كاملة. حبيبتي أنت معك حق، أنا ما عم دافع عن جمال وما قلت معه حق ولا رح أقول طول حياتي، وأنت بتعرفي، بس أنا بصراحة زعلت عليه شوي. يعني لو إجا لعندك بوقتها وخبرك بهمه احتمال كنتي أنت رح تسامحي صح؟ كان ممكن يصير غير هيك؟ خلصنا، لا بقى تحطي ببالك، كل شي بيصير لسبب. تعرفي على سيرة الأسباب، وينو ماهر هلأ؟ راح، في عنده عشاء عمل. اسمعي بدك رأيي بصراحة، أنا بفضل واحد مثل ماهر، لهيك أنا من صفه واقفي معه كمان. ماهر عن جد أفضل بكتير من جمال، ما أني زعلت شوي صغيرة عليه بس ماني معه نهائيا. أنتي أكتر بنت مجنونة عرفتها بحياتي ميرال، أنا وماهر بس رفقة. خلص فهمنا بقى، فهمنا، هاد رفيقي وهداك رفيقي، حاجتك عبيتي حياتك بالرفقات يا بنتي، عن جد كتار رفقاتك صاروا، شو هالحكي هاد؟ طيب خليكي هيك يا آسيا خانم، وأنا رح ضل ناطرة مين يلي رح يفوز فيكي بالآخر. حياتك مثل المسلسل الهندي، كل يوم حلقة أحلى من الثاني. ماهر ماهر. زاهدة بتعرفي كتير طالعة ظريفة بهي الألوان، عن جد طالعة كتير حلوة. كتير مبسوطة إنه لبسي عاجب حدا وإنه في حدا عم يحترم ذوقي وما بيتدخل فيني. ليش مين يلي مو عاجبه لبسك حبيبتي؟ أنا شخصياً كتير عاجبني بصراحة، وأنا كمان بحب ألبس على ذوقي كتير. ماما أنت منيحة؟ حاسك مو على بعضك. لا أنا كتير منيحة، وين بنتك؟ دايلة قاعدة عم تدرس فوق وما بدها تاكل. وين نرجس؟ كمان هي فوق؟ أكلت من شوي مع الولاد بالمطبخ، وماهر كمان عنده عشاء عمل راح علي. عشاء عمل؟ مع مين؟ ما بعرف، ما سألته. استغربت لأنه ما في لقاء عمل مع أكل، لهيك سألت. لك شبك يا صهري، بجوز الزلمة عم يتسلى شوي عادي. راجي لو سمحت انتبه على كلامك، بلا الحكي اللي ما لزوم. أنا بعرف في عنده مقابلة. بعتذر كتير بابا، أنا تجاوزت حدودي شوي. صح هو ابن عيلة ونظيف كتير، هو أحسن ابن بنظرك كمان. مظبوط هو هيك،
عنا ضيفة على العشاء، خلونا ننتبه لكلامنا. أنا بصب لك حبيبتي. شكراً زاهدة. ما تواخذيني. بدك تروحي بكرة على المقابلة مرة تانية؟ لا، قررت إنه ما أشتغل بهاي الوظيفة. ليش يا بنتي؟ كنتي موافقة على الشغل؟ هذا كان قراري أنا وجمال. إذا صح لي شغل بإسطنبول بفكر فيه. أنا بدي بس عيش مع أولادي. ما بكذب عليكي، فرحت. صحيح، كان عندك مقابلة عمل يا بنتي، كيف كانت؟ للأسف ما زبطت بنوب، ما إلي نصيب. بدك ترجع على أماسيا؟ أنا هيك عم فكر، بس بتعرف ماني حابة بعد عن آسيا أبداً، وهلأ ما في شيء أعمله. بنتي، في صالون حلاقة بالفندق عنا، احكي مع المديرة وإذا اتفقتوا من وصفك عنا. فكرة كتير حلوة يا بابا، عن جد فكرة ممتازة، شو رأيك؟ عن جد فاجأتوني، شو رأيك أنت آسيا؟ إذا حبيتي الفكرة أحكي معها فوراً ميرا. طيب ماشي، أنا رح أحكي معها. أنا ما بعرف إذا عندك مشكلة بالإقامة، بس نحن في عنا غرف مخصصة للموظفين، تذكري هالشي. عن جد شكراً كتير لحضرتك. إيه، مديرة الصالة اللي عنا كتير حبابة وفيكي تحكي معها. إيه معك حق، عائشة كتير لطيفة، أنا بحكي لك معها. شكراً إليك، عن جد عم عزبك معي. العفو يا أنسة، ما في عذاب، بس خاطر آسيا غالي علينا. أنت معتوه شي؟ الشبك في لتمك مثل الريجار، سده أحسن ما سد لك يا وركزها. وأنت سدي بوزك عسلك. شو دخلك؟ يصطفلو يا ربي دخيلك. أنا كتير فرحانة، هيك رح نضل مع بعض. أيوة، أنا كتير مبسوطة، ما عم صدق يلي صار معي.